زنقه تاع عرفوز. انت مساكنه ديال الحي هذا؟ انا راني ساكن هاد الدار هنا هي راه. انت من الناس المتضررين من الصباح؟ من الصباح ملي بدات الشتا وانا نسلك في الماء. دخل عليك الماء للدار؟ الماء راه الحق نسميت روح للباب، راني سديت الباب وبقى داخل من الشغل. لوكار محلول راه ما غاديش يدخل علينا الماء. دابا المشكل ديالكم انه هذا لوكار هذا مسدود. مسدود داروا ليه الزفت وخلاوه. غادي غطاوه. من الصيف ملي دوزوا الكودرون وخلاوه. يعني هذه البنيه التحتيه هذه اللي دارت دابا مؤخرا يعني جديده. جديده ودارت هذه الكارثه هذه. اي ملي دوزوا الكودرون خلاوها مسدوده. كان عيطوا للمقدم نعيطوا كنعيطوا حتى واحد ما نفوق لك حتى واحد ما كيجاوبك كاع. تواصلتوا مع السلطات؟ ما كاينش اللي جا عندنا كاع مره. ما كاينش والو. المواطنين هما اللي تيسرحوا القصر. ها دابا كتشوف يا الشباب هما اللي كيسرحوا وكيضاربوا. كيمشوا المسؤولين فينهم؟ دوزوا راس كملوا الاسبوع ديالهم ومشاو ينعسوا. مشاو دوزوا الويكاند ديالهم. دابا انتم وليداتكم فين تنعسوا في هذه الليله هذه وهذا الريح؟ غاديين غنعسوا غنعسوا على الجيران فين غنعسوا؟ ها دخلي للدار شوفي دخلي عامره من البيوت عامرين وجهي ما جيت شوفي الدار. لانه هذا القادوس هذا اللي حنا هذا الدار حدا الدور هذا حي الذهب ملي تعاودت البنيه التحتيه فرزازات تعاود بودرون. هات يعني سدوا هانتوما كما كتشوفوا الناس راه فاض لهم دخل لهم الماء ديالهم ساكن لحويجاتهم. شوفي هات هانتوما كما كتشوفوا الماء دخل حتى للضيوف. اه شوفي هذا البيت تاعو حنا اللي سرحنا دخل عليهم الماء. السلام السلام كيف درتو؟ اختي اجي تشوفوا الدار حنا تكرفصنا. مرحبا مرحبا كما كتشوفوا هانتوما راه هادشي كارثي هادشي اللي واقع في حي الذهب بمدينة ورزازات راه كارثي. راه الناس مساكن غادي ينعسوا اليوم حاشاكم في الريحة باش نقول لك لا توثق والله لا توثق. عندك الماء هاد الدرجة هادي؟